بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدين برنامج رجالات حول الملك وبرنامج مبادرات وطنية، تجدد اللقاء مرة أخرى ليس من العاصمة عمان بل من محافظة جرش، وضيفنا لهذه الحلقة رجل أفنى عمره لخدمة هذا الوطن، مهندس في الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1984، وهو الآن في قمة العطاء والإنجاز. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بضيفنا وضيفكم سعادة المهندس محمود القيام. مهندس، في البداية أسعد الله أوقاتك. أسعد الله مساك يا سيدي. طبعا إحنا سعيدين أنك تكون ضيفنا على هذا البرنامج الوطني يا سيدي. الله يحييك وبارك فيك. سياسة البرنامج قبل الخوض في هذا المنتزه الجميل وكيف جاءت هذه الفكرة، نريد أن نعرف السادة المشاهدين بالبدايات، من هو بعيدا عن الألقاب محمود القيام؟ تفضل يا سيدي. محمود القيام من بلد الرشايد جرش، درست في اليونان الهندسة الكهربائية وتعينت في شركة الكهرباء الوطنية، خدمت فيها حتى التقاعد في 2015. بعد التقاعد شفت أنه لازم أعمل مشروع، أول شيء يعني هنقول نقضي على فكرة أنه المتقاعد يتوقف عطاؤه. أنا بالنسبة لي يبدأ العطاء، يتجدد العطاء في بعد التقاعد في سن 60. جميل جدا. نعم. فبلشت في هذا المشروع على أساس أنه نخدم البيئة المحلية ونعمل مشروع خدمة، منتج ترفيهي للمواطنين المنطقة ومن عمان. جميل جدا. يعني هذا المشروع مشروع سياحي جميل جدا، كل ما يتلبى أهل البيت. السؤال هنا، كيف جاءت هذه الفكرة يعني بعد تقاعدك في من شركة الكهرباء؟ والله كنت في زيارة في سوريا في منطقة الغوطة وشاهدت مشروع مشابه، فالتقطت الفكرة وعزمت على أن أطبق الفكرة في هذه الأرض، هذه القطعة، والحمد لله الله هنقول وفقنا وعملنا هذا المنتج السياحي. جميل جدا. يعني منتج هذا السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية، نرى في الآونة الأخيرة كان هناك تعكرات في أمور السياحة، ولكن بعد فتح جميع القطاعات في المملكة بدأ فتح القطاعات، بدأ يعني في العجلة الاقتصادية في تحركها في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن كيف ترى قطاع السياحة خصيصا في محافظة جرش؟ نعلم أن محافظة جرش من القطاعات يعني من المناطق السياحية الجميلة، وهنا نرى والكاميرا الآن تشاهد والمشاهدين يشاهدون هذه الإطلالة الجميلة، كيف ترى الواقع السياحة في هذه المحافظة؟ الواقع السياحي أنا أقول دائما أنه لازم القطاع الخاص هو اللي يبادر في عمل مبادرات ومشاريع من أجل النهوض في السياحة في جرش. جرش عندها بيئة مناسبة، عندها آثار، عندها طبيعة خلابة، منطقة جبلية، هواء مناخها معتدل، ولكن بحاجة إلى أبناء جرش إنهم ينهضوا فيها ويعملوا مبادرات. جميل جدا، جميل جدا. هذا المنتزه طلمي، من أهم الخدمات اللي بقدمها هذا المنتزه من أجل المجيء إلى هذا المنتزه وهذا المكان الجميل يا سيدي. منتزه طلمي صمم لخدمة العائلة متوسطة الدخل التي لا تستطيع أن تذهب إلى المطاعم الغالية. نعم. يعني نقول العائلة الأردنية المتوسطة تستطيع أن تأتي إلى هذا المتنزه بمبلغ بسيط 10-15 دينار، يقضوا يوم هم الكبار والصغار، يوم جميل يتمتعوا بجلسات هادئة، نجيل طبيعي، بركة سباحة للأطفال، نواعير، ألعاب أطفال متنوعة، خدمات صحية، ساحات اصطفاف لسياراتهم، بإمكانهم إحضار الطعام معهم، هم حرين سواء نقول بإحضار الطعام أو أنهم يتناولوا هون المشروبات الساخنة والباردة وكوكتيلات آيس كريم، كله متوفر عندنا في الكافيتيريا. خدمة الطعام متوفرة هنا؟ خدمة الطعام لحد الآن لا، ولكن إن شاء الله هنقول يعني لقدام إن شاء الله هنكون في عندنا إن شاء الله خدمة الطعام. جميل جدا.
المهندس محمود القيام، يعني الأردن الحمد لله رب العالمين من الدول التي تنعم بنعمة الأمن والأمان في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه. دائما نقول المنعطف حذر ولكن القائد بارع. جلالة الملك دائما يسعى أن الأردن أن يبقى في أمن وأمان، وجهاز المخابرات العامة حامي هذه الحدود. الأردن وصفوها حديقة داخل حريقة. عن نعمة الأمن والأمان، شو بتحب توجه رسالة عبر هذه النعمة وأنت الآن يعني زورت دول شقيقة ودول كثيرة؟ تفضل يا سيدي. نوجه تحياتنا إلى جلالة سيدنا المعظم حامي هذه البلد، وكلنا جهاز مخابرات وجهاز أمن، كل جميع أعضاء الشعب الأردني حريص على الأردن، وكلنا جهاز أمن وجهاز مخابرات لحماية هذا الوطن. عشان هيك بسبب وعي الشعب الأردني وأفراد الشعب الأردني هذا البلد عبارة عن واحد أمن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. المهندس محمود القيام، يعني نحن نعلم أن هناك فئة تحاول أن تمس أمن واستقرار هذا الوطن، هذا وتحاول أيضا أن تزعزع أمن واستقرار هذا الوطن، يعني فئة نعتبرها هذه الفئة الضالة، يحاول أن يعكروا الأجواء الأردنية باسم الوطنية لمصالح شخصية وأجندات خاصة. عن هذه الفئة الضالة شو بتحب تحكي لهم رسالة عبر هذه الشاشة؟ أبشرك ما لهم مكان ولا لهم فرصة، فعشان هيك يلفوا حالهم ينسحبوا، ما لهم فرصة نهائيا أنه يحققوا أي هدف داخل هذا البلد، لأنه الشعب الأردني واعي وشاف شو اللي صار حواليه في الدول المجاورة، فما لهم فرصة نهائيا في النجاح في أنهم ينالوا من أمن هذا الوطن. جميل جدا. المهندس محمود القيام، يعني الأردن من الدول السياحية، وجلالة الملك يشيد في دور السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل جلب السياح إلى هذه المملكة. كيف تقرأ مخطط الحكومة على السياحة الأردنية في قطاع السياحة؟ بصراحة في شيء خلينا نقول لما أذكره، هذا المشروع كان مبادرة ملكية لتشغيل الشباب الأردني، وأنا أخذت قرض تمويل لهذا المشروع من مشروع إنهض التي هو مبادرة ملكية، ومشان تشغيل أبنائي، عندي أبناء 2 عاطلين عن العمل، عملت هذا المشروع عشانهم، والحمد لله الآن وفرت فرصتين عمل لأبنائي و3 فرص عمل إضافية لأردنيين. جميل. وإن شاء الله خلينا نقول يعني المشروع مبشر إنه ناجح، وسنتقدم إلى الأمام إن شاء الله بإذن الله. يعني الكاميرا الآن تستعرض بعض هذا المشروع، من بركة سباحة، من أطفال، مشروع جميل جدا. ولكن من أجل التوصيف، من أجل المكان واللوكيشن للسادة المشاهدين، نريد أن نعرف السادة المشاهدين عن المكان بالتفصيل من أجل المجيء إلى هذا المكان والاستمتاع في ليلة جميلة. تفضل يا سيدي. المكان هذا خلينا نقول في محافظة جرش، المعلم الرئيسي اللي بدل عليه جامع جرش الأهلية. هو على الطريق الرئيسي من إربد إلى عمان، بعد جامعة جرش بحوالي 2 كيلومتر باتجاه عمان، متنزه طل ومي، معلم على الطريق الرئيسي وسهل الوصول له من جميع المحافظات، كونها محافظة جرش محافظة متوسطة، يعني يمكن الوصول له من عمان، من المفرق، من عجلون، من إربد، فهي منطقة متوسطة، وأنا بتأمل أنه يعني نقول سهل الوصول لهذا المكان. جميل جدا. اسم طلة ومية، يعني هذا الاسم طلة موجودة. الطلة على وادي جرش. تفضل. والمية في هذه الأرض يتوفر المياه، ماشي، فخنقول كان الاسم من طبيعة المكان الطلة والمية المتوفرة في هذا المكان. نعم، جميل جدا. المهندس محمود القيام، يعني الأردن كما شدنا وأسلفنا قبل قليل من الدول التي تنعم بنعمة الأمن والأمان، ولكن هناك كوادر طبية اشتغلت ليلا ونهارا من أجل حماية المواطن الأردني عن جائحة كورونا. هذه الجائحة إن شاء الله أول شيء ربنا يبعدها عنا يا رب بإذن الله تعالى، ويبعدها عن الأمة الإسلامية والعربية أجمع يا رب. شو بتحب توجه رسالة إلى أجهزتنا الأمنية، إلى الكوادر الطبية، إلى الجيش الأبيض، الكوادر الطبية، الجيش المصطفوي العربي، شو بتحب توجه له رسالة شكر واعتزاز لما نزدوا على الساحة وعلى الميدان من أجل حماية هذا المواطن؟ تفضل يا سيدي. بالتأكيد رسالة شكر
وتقدير عالي جدا للقطاع الصحي الأردني، أطباء وممرضين وممرضات وكادر كامل. أنا عندي بنات ثنتين ممرضات ويخدموا في القطاع الصحي، وبالمناسبة بوجه لهم كمان التحية. وبلا شك أنه جهود القطاع الصحي الأردني كان في أعلى مستوياته، بحيث أنه تجاوزنا هذه الجائحة بأقل الخسائر والحمد لله، وجميع الأجهزة المساعدة كمان. الحمد لله رب العالمين. المهندس محمود القيام، يعني أيام قليلة وتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، بهذه المناسبة السعيدة شو بتحب توجه رسالة عبر هذه الشاشة؟ المايك معك والكاميرا لك، تفضل يا سيدي. يا سيدي كل عام وأنتم بخير، لجلالة القائد الوطن ولجميع الشعب الأردني في هذه المناسبة، وكل عام والوطن بخير وأبناء الوطن بخير، والأردن يتقدم إلى الأمام إن شاء الله بإذن الله تعالى. المهندس محمود القيام، هل من كلمة أخيرة بتحب توجهها عبر هذا البرنامج إلى من أحببت سيدي؟ أوجه التحية إلى المحطة الفضائية الأردنية التي أجرت هذا اللقاء، التي تدعم المبادرات الأردنية وتدعم القطاع الخاص الأردني، وتعرف بالمنتج الأردني وتساعد في نهضة الأردن إن شاء الله. والشكر لكم والشكر إلى جميع الكادر. يا سيدي احنا بنشكرك أيضا عبر هذا البرنامج، وإلى الأمام إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدين برنامج مبادرات وطنية لا يسعنا أن نتقدم بجزر الشكر إلى سعادة المهندس محمود القيام صاحب ومدير عام طل ومي في محافظة جرش. نلقاكم في الحلقات القادمة، دمتم برعاية الله. شكرا.